أبي هيدا، من صاحب هذا الضريح؟ صاحب هذا الضريح هو الحبيب عبد الله الحاج ابن أحمد بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس، لقب بالحاج واشتهر بالحاج لأنه كما قيل حج على قدمه من حريضة إلى بيت الله الحرام مكة المكرمة 40 حجة، فاشتهر عند هذه البلاد بأنه الحاج. هو الحبيب عبد الله بن أحمد من أقران الحبيب علي بن حسن العطاس صاحب المشهد، حتى أن الحبيب علي بن حسن العطاس قال له اقرأ قصيدتنا يا ذا الجلال والإكرام في مكة المكرمة، فقرأها في الحرم واستسقى الناس بهذه القصيدة وبالابتهالات التي فيها، حتى جاء هذا الحبيب من مكة وقال للحبيب علي بن حسن أن قصيدتك توسلنا بها إلى الله لأن كلها دعاء، فأنزل الله الغيث والمطر. هذا الحبيب عبد الله بن أحمد الحاج صاحب هذه القبة الثالثة، 3 قبب في حريضة، قبة الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأولى صاحب الراتب، وقبة الحبيب حسين بن عمر، وقبة الحبيب عبد الله بن أحمد بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن العطاس، الذين في القبة أبناؤه وأبناء أبناؤه فقط. هذا هو الحبيب عبد الله بن أحمد الحاج، كما قلنا لقب بالحاج لأنه حج 40 حجة، كان عالما فاضلا وليا صالحا، وله ذرية في حريضة وفي إندونيسيا وفي كل مكان، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه وينفعنا به وبسره وعلمه وأخلاقه، والله أعلم.